أدى فريق دوسونجو بطل موزمبيق أولى تدريباته على ملعب النادي المصري فرع حي الضواحي استعدادا لمواجهة الفريق البورسعيدي غدا. وخلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين، ركز الجهاز الفني للفريق على النواحي الخططية والتكتيكية، واختتم المران بتقسيمه بطول الملعب شهدت حماسا كبيرا من جميع اللاعبين. من المقرر أن يختتم الفريق تدريباته اليوم على استاد بورسعيد الذي يستضيف المباراة في 9 مساء غد. ذكروا أن دوسونجو تأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية بعد تخطي هلال الأبيض السوداني بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.